مشاهدينا، فرض علينا فيروس كورونا التباعد الجسدي، وكما يقال الحاجة أم الاختراع. هذا ما دفع المواطن راشد المنصوري لابتكار شريحة إلكترونية صغيرة الحجم تسهل تبادل المعلومات وأيضا حسابات وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة للملامسة إطلاقا. مشاهدينا، الحديث بشكل مفصل عن هذه الشريحة معنا عبر تطبيق زوم الشاب الإماراتي راشد المنصوري. صباح الخير. صباح الخير والنور والسرور أخت حمدة وأخت زينب. أنا جدا اليوم مستانس بالمشاركة في هذه القناة وأشارككم بهذه الشريحة اللي راح تفيدنا في الوباء اللي جالس يواجه العالم، فيروس كورونا إن شاء الله. فسوينا هذه الشريحة بسيطة وحبينا أن يكون في تباعد جسدي. اليوم نحن في دولة الإمارات كل سبل الإمكانيات موجودة عشان الشخص يبدع ويوفر مواد اجتماعية تساعد في مشاركتها مع الناس. فسوينا هذه الشريحة سميناها باسم يوتاك، تفيد الناس في تكون في نقطة تباعد جسدي في وقتنا الحالي. صحيح، لكن أستاذ راشد تكلمنا لكل طبعا ابتكار شرارة انطلاق أو نقطة بداية مثل ما نقول، كيف لمعت الفكرة الابتكار هذه الشريحة؟ نحن اشتغلنا على هذه الفكرة من شهر 3 منذ ظهور أو انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم. شفنا ضرورة أن يكون في تباعد بين الأشخاص، حاولنا نستخدم ميزة اللي هي Near Field Communication أو الاتصال قريب المدى باستخدام هذه الشريحة، فقدرنا أن نخلي في تباعد جسدي بين الأشخاص. اليوم نحن نروح السوق، نروح أي مكان، ما نحتاج أن نأخذ تليفون الشخص اللي عدالي وأقول له عطني رقمك أو أكتب الإيميل الفلاني أو وسائل التواصل. بهذه القطعة البسيطة والسهلة راح يقدر أنه يوصل المعلومات للطرف الثاني بدون ما يمسك تليفونه أو ينشر الفيروس بين شخص لشخص. فكانت هذه هي الفكرة من الشريحة. أكيد طبعاً راشد، طبعاً مثل ما شفنا حجم الشريحة صغير جداً ورقيق، حدثنا عن المواد اللي استخدمتها في صناعة هاي الشريحة. هي الشريحة عبارة عن ذاكرة سعتها تقريباً شيء بسيط. اشتغلنا على تطبيق، رفعنا التطبيق على نظام الاي او اس ونظام الجوجل بلاي، والحمد لله قدرنا أن نربط الشريحة بالتطبيق ويستخدمون الناس هذا التطبيق. مجرد ما يحط حساباته في التواصل الاجتماعي ينقل هذه البيانات للطرف الثاني، وبإمكانه أن يقدر أن يحط ميزة القفل، أن يقفل عن طريق التطبيق، يقفل الشريحة فيحافظ على خصوصياته بشكل أكبر. لكن من ناحية الخصوصية ما في أي شيء في الشريحة، يعني مجرد روابط، هذه الفكرة منها. الشريحة جدا صغيرة، تنفع أنك تحطها في أي مكان، سواء على الهاتف، على الطاولة، في الحقيبة، على السيارة، فتسهل المشاركة التواصل الاجتماعي بين الأطراف. هذا الهدف من الشريحة. أستاذ راشد، شفنا طبعا الشريحة بعدة تصاميم مختلفة، حددنا عن هذا التصميم، وهل من الممكن نحن نختار أو يختار المستخدم تصميم الخاص فيه؟ أكيد ما شيء يمنعنا من هذا الشيء، بالعكس إحنا يسعدنا أصلاً أن هذا الشيء أنه نصمم لكل شخص هوية له. لكن حالياً نحن نهتم في المؤسسات والجهات أو الشركات في تصميم الشعار الخاص بهم، لكن مستقبلاً راح يكون متوفر لجميع أفراد المجتمع إن شاء الله. الشعار نحن اخترناه، وكان الشعار حاولنا ان نختار الشعار يكون مقبول للكل، لانك انت صعب اليوم تختار شعار وتخلي الناس كلهم يحبون او يحطون هذا الشعار على هواتفهم، كانك جالس تختار لهم سياره او تاخذ لهم سياره وتقول لهم خذوا هذا اللون. فاختيار الشعار جدا صعب، فنحن حاولنا ان نوصل الفكره من خلال الشعار والاسم من خلال الفكرة يعني. فاخترنا كلمة يوتاج أو بمعنى اللي هو شعارك أو التاج للشخص نفسه اللي يشارك فيه معلومات التواصل المختلفة بين أو المعروفة بين الناس.
أكيد طبعاً أستاذ راشد، لكل شخص يعني حسابه يكون بالنسبة لي شيء مهم، لكن يعني يشعر البعض أن حساباتهم مكشوفة بهاي الطريقة، فأخبرنا كيف أنه يعني مجرد تقريب الهاتف من الشريحة يستطيع المستخدم الآخر معرفة الحسابات الشخصية، فكيف أنا كمستخدم لهاي الشريحة أستطيع المحافظة على خصوصية حساباتي وأيضاً الخصوصية الموجودة في الهاتف؟ حاولنا أن نكون في خصوصية للمستخدمين، فعرفنا أن الناس نحن في اللعب في البيئة اللي عايشينها كل شخص يحب الخصوصية أو ما يبغى يشارك أي معلوماته، فضفنا ميزة حلوة اللي هي الخصوصية. في شيء اسمه في التطبيق اللي هي عام أو خاص، برايفت أو بابليك، فإذا خليته برايفت أي حد قرب هاتفه على القطعة ما راح يقدر أن يأخذ حسابات التواصل. أيضا في ميزة ثانية اللي هي المشاركة الفورية والتحويل المباشر، دايركت أون ودايركت أوف، فمن خلال هاي الميزات اللي موجودة في التطبيق راح يقدر أن يحافظ على خصوصياته بشكل أكبر. صحيح. فنحن دائما يهمنا خصوصية الأشخاص والمستخدمين. أيضا اللي ميزنا في شريحة يوتاج أن كل شريحة لها سيري نمبر، كود خاص أو مختلف للشخص الثاني، ومن خلال هاي الميزة قدرنا أن نحافظ أو يحافظ كل شخص على خصوصيته بشكل أكبر. صحيح. أستاذ راشد، هل يختلف مكان لصق الشريحة باختلاف نوع الجهاز؟ لا طبعاً، الشريحة في أي مكان تتعلق، في أي مكان هي عبارة عن تاج، عبارة عن شعار ملصق صغير ومبرمج بالتطبيق. بمجرد أنت ما تسوي لك حساب مثل أي حساب في مواقع التواصل أو إيميل، تقدر أنك تشارك تحط حساب بياناتك، رقم تليفونك، البيانات العامة للشخص، فما يحتاج أي مكان، يعني يقدر يلزق الشريحة في أي مكان، على السيارة مثلاً. أكيد إذا طبعاً. أنا دخلت على أي مكان فعلاً، لكن أستاذ راشد عفواً، أكيد يعني يتراود لأذهان البعض، هل يقتصر يعني استخدام هذه الشريحة على الهواتف المتحركة فقط، أم يعني نقدر مثلاً نلصقها على أجهزة أخرى؟ يعني في ناس تستخدم اللابتوب، في ناس تستخدم الآيباد. لا لا، القطعة تلزق في أي مكان، في أي مكان انتباهها، يعني ضد الماء أو ووتر بروف والعوامل الجوية. والفكرة من الشريحة مو بس أنك مشاركة، اليوم أنا إذا حطيتها في السيارة ووصلت الفكرة للناس أن هذه شريحة يوتاج، اليوم أنا وقفت سيارة، وقفت الباركن على الشخص وسكرت عليه الطريق، بدال أنا ما أتصل على الجهات المختصة ويأخذ إجراء، كنا قبل في السابق نحط أوراق ونكتب الرقم وأنا مسكر على السيارة، فأقول له إذا أنا تأخرت يتصل على الرقم. اليوم في طريقة سهلة، بدل ما أكتب رقمي أحط هذه الشريحة ويجي الشخص الثاني ويقرب تليفونه على الشريحة ويتواصل معاك بطريقة سهلة، فتسهل المهمة. صحيح. فتعتبر هي خدمة مجتمعية في الأخير. صحيح. أستاذ راشد، هل خططت في يوم من الأيام أنك أنت أيضاً تتكلم عن مثل ما نقول البرمجة لأشياء جديدة واختراعات جديدة؟ نحن إن شاء الله في شريحة يوتاج الفكرة منها الحمد لله نحن هذا الشيء تأسسنا فيه وما يبنى شيء جديد، هذا كل شخص مواطن يحب أنه يبدع. اليوم نحن عندنا كل سبل النجاح بدولة الإمارات، في دعم من الحكومة. أنا أحب أني أشوف كل شخص طموح مواطن أنه يبدع ويبتكر ويكون أفضل عن راشد بأشياء ثانية. اليوم كل شيء متوفر عندنا في دولة الإمارات، ما ينقصنا شيء عن دول الغرب. نحاول أن نبدع، نحاول أن نطلع منتجات جديدة في دولة الإمارات نبهر فيها العالم كله، وهذا اللي يحاول يوصل له لأي شخص، يعني أي مواطن يوصل أو يوصل رسالة طيبة للعالم. فإن شاء الله نحن من خلال شريحة يوتاج راح نسوي وايد منتجات، وراح تكون إن شاء الله مستقبلاً منتجات كثيرة، وراح نعلن عنه إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد طبعاً أستاذ راشد، نتمنى دائماً نشوف مثل هذه الابتكارات والاختراعات الوطنية والمحلية. أستاذ راشد المنصوري كنت معنا عبر تطبيق زوم، يعطيك العافية. شكراً 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 على حسن التعاون. العفو.